مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه The Conhertist. الفيلم بيبدأ مع بنت اسمها إينا، بتبقى عندها قناة على اليوتيوب بتتكلم فيها عن الديون اللي عليها، وبتحكي إنها أخدت قرض من البنك بمبلغ كبير ولازم تسدده قريب، وبتبقى عايشة حياتها بتاكل موز بس عشان توفر فلوس على قد ما تقدر، وبتعرض للناس رقم حسابها في البنك عشان لو حد يقدر يتبرع لها أو يساعدها. بعد كده بتروح شغلها وبتبقى شغالة موظفة في بنك، وفجأة بتلاقي رقم غريب بيتصل بيها فبترد عليه، وبتتفاجئ ان اللي بيكلمها يبقى موظف في الضرائب، وبيقول لها ان في مبلغ كبير اتحول على حسابها عشان تسدد ديونها، بس المبلغ ده اتحجز عليه عشان لازم تدفع ضريبة تمنها 5000، وان دول ولا حاجة بالنسبة للمبلغ اللي وصل لها. فبتفرح جدا وبتقوله انها هتحول له 5000 حالا عشان تستلم المبلغ، ولما بيديها رقم الحساب اللي هتحول عليه الفلوس بتتفاجئ انه حساب شخص مش حساب تابع لمؤسسة حكومية، فبتروح بسرعة لصاحبتها وبتطلب منها تستفسر عن صاحب الحساب ده، فبتعرفها انه شخص نصاب اسمه طور بيبقى متصل بيها عشان يستغلها، فبتقوله انها عرفت بياناته وكمان سجلت المكالمة وهتبلغ عنه الشرطة وبتقفل المكالمة. فبيتوتر جدا وبيتصل بيها تاني وبيقول لها انه هيدفع لها مبلغ عشان تمسح التسجيل وما تبلغش عنه، فبتوافق وبتقول له يقابلها عشان تاخد منه الفلوس. ولما بيتقابلوا بيسألها عن سبب الديون اللي عليها، بتحكي له انها اتعرفت على شخص من ابلكيشن تعارف، ولما راح تقابله اعترف لها انه بيحبها وهي صدقته وبقوا قريبين جدا من بعض. ولما عرفت في مرة انه محتاج مبلغ عشان دراسته قالت له انها هتاخد قرض عشانه ويبقى يرجع لها المبلغ بعدين، بس الموضوع انتهى بيهم في قسم الشرطة بعد ما عرفت انه نصاب وضحك عليها. وبعدها بتاخده بيروح لشركة سياحية كبيرة مسؤولة عن الرحلات والاقامات، وبتعرفه انه حبيبها اسمه بيش وشغال هنا وانه يبقى مدير اعمال رئيسة الشركة. وفجأة بتلاقي بيش خرج قدامها فبتجري عشان تستخبى وما يشوفهاش، وبعدها بيتكلم معها طور وبيعرض عليها يساعدها عشان ترجع الفلوس من حبيبها ومقابل مساعدته تمسح التسجيل بتاعه، فبتوافق وبتمسحه. ولما بيمشوا بيبعت لها رسالة بيقول لها انه وصل لخطة عشان يرجعوا بها الفلوس، ولما بتسأله عنها بيقول لها انهم هينتحلوا شخصية مدير الفندق اللي بيتعامل مع بيش ويكلموا بيش عشان يطلبوا منه يحجزوا اقامات بمبلغ 3 مليون، ولما يدفع المبلغ لمدير الفندق هياخدوه هما. فبيبدأوا خطتهم وهم متنكرين على هيئة موظفين في شركة مشروبات، وبيروحوا لمدير الفندق سام وبيدوله تذاكر سفر لروسيا كأنها هدية من شركتهم، وبيعملوا ده عشان يسافر ويعرفوا ينتحلوا شخصيته في غيابه. بعد كده بيتكلم طور مع إينا وبيقول إنهم هيحتاجوا شخصين تانيين في الخطة، وبيعرفها إن التلاتة مليون اللي هياخدوهم هيتوزعوا عليهم كلهم، لكنه هياخد مليون كامل لوحده لأنه هو صاحب الخطة. فبترفض إينا وبترجع تهدده بالتسجيل اللي على تليفونها وبتقوله إنها ما مسحتهوش، لكنه بيضحك وبيقول لها إنه استغل إنها نامت في عربيته ومسح التسجيل بنفسه، فبتضطر توافق على شروطه لأنه مفيش حل تاني قدامها. وبيروحوا بعد كده عشان يدوروا على أول شخص هيساعدهم في الخطة، ومش بيلاقوا حد أنسب من واحدة اسمها ليو، وده لأن عليها ديون كتير ومحتاجة فلوس بأي طريقة، وبيتكلموا معاها وبيعرضوا عليها خطتهم وبتوافق طبعا. وتاني يوم بيبعت طور ايميل لبيش على اساس انه مدير شركه كبيره، وبيقول له انه عاوز يحجز اقامات ل 30 شخص في ارقى الفنادق اللي بيتعامل معاها، وطبعا بيرد عليه بيش وبيطلب انهم يتقابلوا في اسرع وقت. وبيجي يوم المقابله وبيكون دور ليو هو انها تمثل دور مديره الشركه عشان تقابل بيش، ولما بتقعد معاه بتتظاهر انها بتتكلم مع مدير اعمالها بخصوص الشغل، وبتطلب من بيش تاخد تليفونه عشان تسجل عليه رقم مهم. وهنا بيجي دور اينا انها تلفت انتباه بيش عشان يروح يتكلم معاها، وبالفعل بتنجح وبيروح يسألها هي بتعمل ايه هنا، وبتفضل تشتته على قد ما تقدر. في الوقت ده بياخد طور التليفون من ليو عشان يغير رقم مدير الفندق سام لرقمه هو، بحيث لما يكلمه بيش عشان يحجز الفندق بتاعه يتواصل مع طور ويقدر ياخد منه الفلوس وينصبه عليه، وبعدها بيرجع لها طور التليفون وبيمشي. ولما بيرجع بيش بتديله التليفون وبيقول لها انه هيتصل بسام مدير الفندق عشان يحجز لها الاقامات، بس طبعا ده بيبقى رقم طور اللي بيكنسل عليه، وبيبعت له رساله بيقول له فيها انه مسافر حاليا وهيبعت له شخص يتولى مكانه ويتفقوا على المبلغ. وهنا بيحتاجوا الشخص التاني لخطتهم، فبياخدهم طور وبيعرفهم على صديقه جون، وبيقول لهم انه هيلعب دور الشخص اللي بعته سام عشان يتفق مع بيش على المبلغ. وبالفعل تاني يوم بيكلمه وبيطلب منه يتقابلوا، ولما بيقعدوا مع بعض بيديله جون العقد وبيبقى طالب منه مبلغ 3,600,000، لكن بيش بيرفض المبلغ وبيقول انه كتير جدا، لحد ما بيتفقوا انهم يخلوا المبلغ 3 مليون وبس. بعد كده بيجي الجزء المهم من الخطة وهو انهم ياخدوا الفلوس،
فبيطلب تور من ليو انها تتصل ببيش وتطلب منه يدفع للفندق هو الاول وهي هتديله الفلوس بعدين، لكنه بيرفض وبيقول لها انه لازم ياخد منها الفلوس عشان يديها للفندق، فبتتعصب وبتقول له انه كده مش واثق فيها وبتقفل المكالمه. وهنا بتيجي فكره لتور وهي انه هيرهن عربيته بشيك قيمته مليون وهيخلي ليو تقول لبيش انها اشترت عربيه جديده ومش باقي معاها غير مليون واحد دلوقتي. وبالفعل بيتصل بها بيش مرة تانية وبتقوله انها هتدفع له مليون دلوقتي والباقي بعد اسبوع، فبيوافق. وبالفعل بيرهن تور عربيته وبياخد الشيك وبيخلي ليو تصوره وتبعت صورته لبيش عشان يتأكد، وبتقوله انها عاوزة تقابله عشان تديله الشيك بنفسها. ولما بيتقابلوا تاني يوم بيبقى جايب لها ورد وبيقول لها شوية كلام حلوين، فبتشكره وبتطلع له الشيك عشان تديهوله، بس بتتظاهر انها نسيته في المكتب وبتقول له انها هتخلي موظفة عندها توصله له بكرة، وبتطلب منه يدفع المبلغ النهاردة للفندق عشان يأكدوا الحجز، وبيوافق بس بيبقى شاكك فيها شوية. فبيتصل بالبنك عشان يتأكد من موضوع الشيك وبيلاقي انه متوثق في البنك فعلا، وساعتها بيطمن. بعدها بيروح عشان يقابل جون اللي بيمثل دور موظف الفندق وبيديله الفلوس عشان يأكد الحجز، لكن بيتفاجئ انه بيديله مليون واحد بس وبيقول له هيدفع الباقي بعد اسبوع، فبيرفض جون وبيطلب منه المبلغ كامل، بس بيش بيقول له انه هيستنى سام يرجع من السفر ويتفق معاه بنفسه. وهنا جون بيقلق وبيضطر يوافق على المليون وبياخده وبيمشي، وبيرجع لتور وبيقول له اللي حصل وانه ما خدش غير مليون واحد، فبيكتفي تور بالمبلغ وبيقسمه ما بينهم هما الاثنين وبينصبه على اينا وليو. ولما بيعدي الوقت على اينا وبتلاقي ان تور ما رجعش ومش بيرد على مكالماتها، بتعرف انه نصب عليها واخد الفلوس واختفى، بس بتتفاجئ انه ظهر تاني في الفندق وجي عشان يتكلم معاها، فبتعيط وبتقول له انه نصب عليها مره تانيه رغم انها وثقت فيه، لكنه بيتأثر بكلامها وبيقول لها انهم اخدوا مليون واحد بس من بيش وانه موافق يساعدها عشان يكملوا الخطة وياخدوا بقية المبلغ، وبتوافق اينا بس بشرط ان هي اللي تستلم الفلوس بنفسها المرة دي، وبيوافق. وتاني يوم بيخلوا ليو تتصل ببيش وتقوله انها عاوزة تقابله عشان تديله الشيك بنفسها، ولما بيتقابلوا بيظهر تور بعربية فخمة جدا وبيتظاهر انها عربيته، فبتعرفوا ليو على بيش وبتقوله انه صاحبها وعنده معرض عربيات كبير وانها اشترت منه العربية دي، وبعدها بيوريهم تور عربية تانية وبتبقى اغلى واحسن بكتير من الاولى، وبيقول لليو انه عارض العربية دي للبيع ولو هي حبت تشتريها هيديها لها باربعة مليون بس، وبيدخلوا في نقاش مع بعض عشان يمثلوا على بيش ان ليو محتاجة حد يشاركها في تمن العربية، لحد ما بيش بيتأثر وبيقول لها انه هيدفع نص المبلغ معاها، وبيروح بعدها عشان يتصل بمديرته في الشغل وبيطلب منها تسلفه 2 مليون، لكنها بترفض وبتقول انها مش هتقدر تديله المبلغ ده، فبيعتذر لليو وبيقول لها انه مش هيقدر يشاركها في العربية، فبتتظاهر انها زعلانة منه عشان خذلها وبتمشي هي وتور. ولما بيخرج بيش بعربيته بيلاقي تليفونه بيرن، فبيرد وبيعرف انه سام وبيقول له انت ليه ما سألتش عليا وانا مسافر، فبيقول له بيش انه كان بيسأل جون الموظف بتاعه عنه، فبيقول سام انه ما عندوش موظف اسمه جون، وساعتها بيش بيعرف انه ما كانش في حجز اصلا في الفندق. ولما بيتصل بالبنك اللي طلع منه الشيك بتاع ليو بيقولوا له ان الشيك اتصرف خلاص، فبيعرف انه اتنصب عليه، وفي الطريق بيشوفهم وهم في العربيه وبيلاقي اينا راكبه معاهم، فبيفضل يراقبهم لحد ما بيوصلوا الفندق، وهناك بتدخل اينا غرفه لوحديها وبيدخل تور مع ليو غرفه مع بعض، فبيدخل بيش غرفه اينا وبيتكلم معاها عشان يقول لها انه عرف اللي هم عملوه، وبيقول لها انه كان يقدر يبلغ الشرطة بس مرضيش عشان خايف عليها، وبيفضل يقول لها كلام حلو لحد ما بتتأثر وبتوافق انها تساعده عشان ترجع له فلوسه، فبتعرفه انها كانت متفقة معاهم لما يجيبوا الاربعة مليون بتوع العربية هتاخدهم هي بنفسها عشان تحطهم في البنك، فبيقول لها بيش انه هيروح يسحب 2 مليون من حسابه ويقابلهم عشان يديهم المبلغ وتاخدهم ويهربوا سوا، وبالفعل بيسحب الفلوس وبيتصل بيهم عشان يروح لهم الفندق ويمدوا العقد، وبيقعدوا مع بعض وبيمدوا العقد وبياخد تور الفلوس وبيروح يديها لإينا وبيقول لها تحطهم في البنك زي ما اتفقوا، بس إينا بتاخد شنطة الفلوس وبتروح تقابل بيش عشان تركب معاه عربيته، لكنه بيقول لها انه نصب عليها وانها شخص غبي عشان صدقته مرة تانية. هنا بتضحك إينا وبتقول له انه فاهم غلط وانها مستحيل كانت تثق فيه تاني، وبتعرفوا ان اللي حصل ده كله كان جزء من خطتهم، وان هم اللي قصدوا يخلوه يكشفهم عشان يلجأ لإينا، وهي استغلته عشان يدفع الاتنين مليون على اساس انه هيرجع له اربعة مليون كاملين. ولما بيفتح بيش شنطة بتاعت الفلوس بيتفاجئ انها فلوس مزورة، وفي الوقت ده بتهرب إينا وبترجع لتور وليو عشان يقسموا الفلوس مع بعض، وبعدها بتروح تتكلم مع تور بتديله ورقة بتطلب فيها انه يبطل نصب على الناس،
ويحاول يعيش حياته بشكل نزيه وما يأذيش حد تاني، فبيشكرها طور على اهتمامها بيه وبيمشي. ولما بيجي يطلع نصيبه من الفلوس بيكتشف ان صديقه جون ضحك عليه وساب له فلوس مزورة. وبعد فترة كبيرة بترجع إينا شغلها في البنك، وبتتفاجئ ان طور واخد قرض من البنك اللي شغالة فيه، وبتعرف كمان انه متأخر في دفع القسط الاخير للقرض، فبتتصل بيه بيقول لها انه فتح شركة سياحية جديدة، فبتفرح جدا ان حياته اتغيرت وبقى عايش من غير ما ينصب على حد، وبتطلب منه يجي البنك عشان يقدم اوراق الشركة ويأجله معاد دفع القرض، فبيقول لها انه هيجي بكرة، وبتفرح إينا انها هتشوفه مرة تانية، بس بتفرح اكتر لما بيعترف لها انه بيحبها لان هي كمان معجبة بيه من زمان. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.